النهاردة كلامنا عن مرض من أخطر الأمراض اللي ممكن تواجهنا في حياتنا، اللي هو مرض السمنة. وللأسف الناس بتتعامل معاه بلا مبالاة، أكنه مرض عرضي وغير مؤذي، مع إن العكس صحيح، لأن فعلا السمنة مؤذية نفسيا وعصبيا وجسديا، ولازم لازم نعالجها. تعالوا نرحب معانا بدكتور وليد علي عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي وتنسيق القوام، والتايتل بتاعه صانع البسمة. هو صانع البسمة، حاصل على الماجستير الدولي في التغذية العلاجية وإذابة الدهون بالليزر وبدون جراحة من جامعة كولومبيا، ورئيس مجلس إدارة مراكز الوليد. قبل اي حاجه لازم نهني دكتور وليد على افتتاح الفرع الثالث من مراكز الوليد في مصر الجديده. الف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك يا فندم. شكرا. مبروك يا دكتور ومنورنا، ويعني دايما بنتبسط جدا جدا لما بنشوفك. شكرا. لان بجد بنحس ان احنا بنساهم ولو بجزء صغير من توعيه مرضى السمنه. وهنتكلم طبعا عن قد ايه مرض السمنه مرض خطير. بس هنتفرج على الافتتاح بتاع الفرع بتاع حضرتك ونرجع تاني. وشرف ليا ان انت النهارده ابتديت تبقى مذيع بقى، عشان دي حاجه مهمه جدا جدا. والف مبروك ومزيد من النجاح والتفوق مركز الوليد. جامد جدا. كل سنه وانتم طيبين. يوم مبروك لدكتور وليد فرعه الثالث، وان شاء الله وليد مش هتوقف ان شاء الله عن افتتاح اي فرع ان شاء الله باذن الله. مبروك. مبروك دايما بالنجاح دايما يا رب، وتبقى يعني دايما في نجاح ونجاح اكتر على الارض. شكرا. من انجح واشطر الدكاتره الموجودين في مصر والوطن العربي كله، وانا مبسوطه جدا بوجودي النهارده وسعيده جدا. يا رب تبقى فتحه خير عليك ان شاء الله. كريم انت النهارده بجد نورتيني وشرفتيني طبعا في المركز بوجودك، واتمنى يكون المركز عجبك، واتمنى التقنيات الحديثه اللي انت شفتيها دي تبقى عجبتك،
وقعدنا نتكلم جوه من شويه كتير وقعدت اشرح لك حاجات كتير قوي، فانا عايز اعرف انطباعك عن المركز. اولا ميرسي جدا جدا، وحقيقي انا مبسوطه، مش بعرف اجامل بجد، لا مبسوطه قوي ان يبقى في مركز في كل الاجهزه دي، في اجهزه جديده وفي اجهزه انك تجمعها مع بعض برده دي غاليه جدا 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 ومش موجوده كتير عندنا، ممكن دخلت بلدنا بتبقى 2 او 3 بيسز، فانا فرحانه بيه جدا بجد. بجد مبروك يا دكتور، ويعني شهادتنا دايما فيك مجروحه، لان احنا عارفين قد ايه المجهود اللي بتبذله وقد ايه بجد الاجهزه دايما احسن واجدد اجهزه موجوده عندك في مراكز الوليد. والنهارده اسمح لي ارحب بضيفك عمرو. ازيك يا استاذ عمرو؟ عامل ايه يا عمرو؟ كويس. عايزه بس اقول للمشاهدين ان عمرو طبعا احنا شفناه في النص، عمرو كان 113 كيلو، بدا 113 كيلو، 113 كيلو، واحنا قابلناه في حلقه قبل كده في البرنامج القديم طبعا، كنا بنعتز جدا انك معانا دايما يا دكتور. كان 75 كيلو والنهارده عمرو 64 كده وصلنا. كتر ما خست لازم اشرب ما عرفتوش بجد يا جماعه. انا اصلا بحب جدا جدا النتائج اللي بتيجي مع دكتور وليد عشان بنشوفها بعيننا، بنشوف بيفور وافتر. لكن بجد انا ما عرفتش عمرو، يعني انا شفته قبل كده وما عرفتوش. 75 بني ادم تاني، انت بقيت بني ادم تاني. الحمد لله. يعني عمرو الاول احكي لي عن تجربتك مع مراكز الوليد، واحكي لي عن علاقتك، اكيد بقى في علاقه، مش هقول بقى شخصيه، ده اكيد في علاقه حب وغرام رهيبه بينك وبين دكتور وليد. وعمل معاك معجزه بصراحه يعني. تمام. كلمنا بقى شويه عن الموضوع ده. الدكتور كنت بروح له المركز، كان اول ما رحت له كان 113 ووزن السنوي بتاعي 75، فلما كنت قابل حضرتكم قبل كده كنت 75 ودلوقتي 64 وهثبت في مرحله التثبيت دلوقتي. بس كنت بروح للدكتور المركز، كان بيديني التعليمات شرب 3 لتر ميه في اليوم او اكتر، النوم بدري الصحيان بدري، كان بيديني النظام الغذائي، كانش فيه اي مشكله ولا كان فيه حرمان ولا اي حاجه لحد دلوقتي. وبس وخلاص. ومع الادويه. احساسك ايه لما بقيت في الجسم الجديد ده؟ احساس واحد تاني خالص، هو غير لي حياتي خالص والله. يعني انا في الاول إيه، الاول كنت بخش المحلات وكنت بشيل هم اصلا موضوع اللبس. انا دلوقتي داخل يعني بخش اي محل خلاص انا متاكد ان انا هلاقي اللبس ده جوه مقاسي. طيب دكتور وليد، احكي لنا انت عن تجربتك اول ما جالك عمرو وهو 113 كيلو، ايه الخطوات اللي بتعملها؟ ايه بتتابع ايه مع المرضى بتوعك؟ حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك بقى على البرنامج الجديد. الله يبارك فيك. وانتوا في اي حته يعني نور بوجودك يا دكتور. في اي حته تنوروا اي مكان يعني. حقيقه يعني مش كلام يعني. احنا اللي بنسعد جدا بيك وبنشوفك دايما والله. فهو طبعا يعني هو عمرو جالي من حوالي كده 6 شهور عمرو تقريبا. صح كده. كنا 113 كيلو. طبعا احنا انتوا عارفين ان احنا لازم نكشف الاول صح. مفيش حد يحط بلان خطه علاجيه الا بتشخيص سليم. فاحنا طلبنا منه تحليل الغده الدرقيه وصوره دم كامله. وقفناه على جهاز البادي كومبوزيشن، احنا طبعا هنشوفه دلوقتي على الشاشه. نبدا نعرف من خلاله مشكله الحاله بتاعتنا فين، ونعرف نوصل للمشكله صح. يعني نشوف الدهون اخبارها ايه، توزيع الدهون اخباره ايه، نسبه الحرق بتاع الدهون، معدل الميه، معدل العضلات والعظم، معدل فيتامين دي، الاملاح المعدنيه، نقدر نحط الخطه العلاجيه المناسبه بناء على المشكله. فكان عمرو بالنسبه لعمرو يعني هو كان عنده مشكلتين. اهو البودي كومبوزيشن. كان عنده ده الجهاز بتاع الكشف. كان عنده مشكلتين بعد هذا الجهاز وصلنا ان هو عنده مشكله وزن من 113 كيلو عايز اوصله المثالي اللي هو 70 تقريبا يعني. مع كمان ان كان عنده دهون موضعيه اللي هي اسمها دهون الثلاثيه اللي هي العنيده، كانت عنده في منطقه البطن والارداف. فكان هو دايما يقول لي مش عارف اشتري لبس، اخش مقاسات. شاب في سنه دي مقاساه. اخش لمحلات اللبس بدوخ على مقاسات زي ما قال من شويه. كمان مش عارف يجري، مش عارف يلعب كوره مع اصحابه لاني ما عارفش اخد نفسه كويس. مش عارف يحب ويتحب يا دكتور، ده احنا برنامج احنا دايما بنقول مش عارف يعيش شبابه يعني يا دكتور. كمان مش عارف يتعاكس. مش عارف يتعاكس هو كمالك كده تمام يعني. فالحمد لله يعني دلوقتي اكيد بيتعاكس كل يوم يعني. صح، عايش حياته بقى خلاص. حتى نوضح الخطه العلاجيه. يعني مشيت على دايت كويس جدا من غير حرمان زي ما قال. انتوا عارفين من زمان ان انا مبدئي ضد الحرمان. لا انت كمان معلش يا دكتور، انت قلت ايه؟ صدر. انا يعني بعون الله هنشف الدهون تماما. انت نشفت الدهون بجد. ايوه يعني. نشفك بجد. انا هذا اللي انا بحبه الفور دي. فور دي وكمان في 9 دي كمان يا استاذه ليلى. إيه موجود في الفروع. دي يعني احنا دلوقتي انا عملت 9 دي.
تنسيق قوام بقى فندم. خلي بالك جلسات اسمها حتى يعني اسمها جلسات تنسيق القوام وشد الترهلات بدون جراحاتها ومن غير اي الام ولا الكلام ده خالص. ليه؟ ده اللي لان في مناطق مره انا عايز اروح وانا مستني حضرتك. هو مستنيك انت اللي مش عايز. انا لما بروح نورني والله تنورني. خلي بالك ان دايما اقول ان اي مريض سمنه هو عنده مشكلتين، عنده سمنه كليه وزن، وعنده سمنه موضعيه دهون في مناطق عنيده في جسمه بان في اللبس وفي المقاسات. فالجلسات اللي احنا شفناها دي بتقضي على السمنه الموضعيه لان السمنه الموضعيه دهون عنيده لازم جهاز يعني قوي. يعني الدهون يا دكتور الاجهزه دي بتكسر الدهون، بتنحت القوام من غير جراحه، تصرف الدهون بره الجسم بلا رجعه، وبتشد الترهلات لسه كنت بلا رجعه ونشد الترهلات. ليه؟ لان بعد فقدان الدهون ناس كتير تقول لي ايه بقى الحمد لله مش عندي، ها يقول لك انا في ترهلات. لا احنا الحمد لله في نفس الجهاز في نفس الجلسه بنعمل شد الترهلات وعندي كمان جاهزيه لشد الترهلات. قد ايه دكتور وليد؟ بص يا فندم من حوالي من ساعه ونص لساعتين حتى عمر حافظ اهو جربها، عمل 10 جلسات وجابوا نتائج ما شاء الله. طب عمر كده حدش سامعنا دلوقتي في ترهلات ولا ما فيش؟ لا في. يعني دي اصلها اهم نقطه. كلميني على الامان والنتيجه. خلي بالك وما شاء الله البشره جميله اداله سنه ده. فاكرين كان زمان كان ما مديش سنه حبيبي، كان صورته حتى باينه ان هو كانه واحد على خالص. لا وبعدين 6 شهور صح كده، ست لكن ست شهور. يعني انت اللي كلته انت عندك كام سنه؟ 19. يعني انت اللي كلته في 18 سنه ونص نزل في 6 شهور. نزل في 6 شهور نشفته من الدهون يا اسطى، نشفته من الدهون. نشفته من الدهون يا دكتور. بس كمان يا دكتور ناس كتير قوي بالذات حتى الستات الستات مرضى السمنه بيخافوا جدا جدا من موضوع الترهلات. ده حقيقي حقه. وتقول لك ايه خلاص اخد دهن ساند الجلد بدل الدهن سند الجلد بدل يبقى المنظر وحش. فعشان كده انا بعمل ستريس قوي على نقطه ان الاجهزه دي بتشد الجلد تماما. ده مع ده وانا دايما في اختيارات الاجهزه ما اختارش اي حاجه. لا اختيارات الاجهزه دي بقى براندات وتلعب على حاجتين مهمين، نحت القوام وشد الترهلات. عشان كده الكورس بتاعنا اسمه كورس تنسيق القوام وشد الترهلات. ما معتمدش على النحت بس، مع الشد كمان. هل الجلسات بتبقى اثناء الدايت اثناء النظام الغذائي ولا بعد ما يخلص ويوصل للوزن المثالي بتاعه؟ حاضر. هو دايما يعني قلت من شويه ان السمنه نوعين، سمنه كليه وزن وسمنه موضعيه مناطق. فانا ما ينفعش ان انا اعالج حاجه واسيب حاجه. طبعا لا، احنا عايزين الاثنين يتعالجوا في وقت واحد. عشان كده ما اقول ان المنظومه اللي انا شغال عليها والحمد لله بتحقق نتائج زي ما احنا شايفين عمره، ولسه كمان كل فقره هجيب لكم حاله على فكره ان شاء الله. الله باذن الله مع صور كمان افتر وبيفور. هو ده النتائج بتاعتنا بقى، هو ده تعبنا بيترجم على النتائج. نتائج عين على النتيجه وعين على الامان. اوكي الكلام ده مهم. ما انا ممكن اخس ميه وعضلات يا ياسمين طبعا ده نرجع استاذ ليلى. لا وممكن العادي استاذ ليلى يقول لك ايه خسيت رجع ده انا وشي اتاثر. الحقني ده شعري وقع. ضوافري اتاثر. شعري وقع. اللي يشوفني يقول لك انت مالك انت تعبان ولا ايه انت عيان ولا ايه. وناس كتير فعلا بعد ما بتخس تقول لك مثلا ايه وشه كان مليان ومنور دلوقتي اتطفى. ويقول لك ايه بقى ده انا خسيت من وشي بس. بص يا ياسمين هقول تاني وتالت ورابع، اللي بادئ صح بينهي صح. طالما بدات معاك صح وهي دي كلمتك دايما اللي بادئ لا يصح الا صحيح يا استاذه ليلى. فعشان كده الحمد لله عندنا في كل الفروع بتاعتنا كل مراكز بتاعتي الحمد لله الحمد لله مهتم قوي بالتقنيه الحديثه. خلي بالك ان اي جهاز بينزل ما ببخلش على المراكز بتاعتي عليه. ليه؟ لا الحقيقه وعشان كده النتائج دايما مبهره. هي دي النتائج وعشان كده والامان. فهرجع تاني للاستاذه ليلى وارد على حضرتك لما قلت لي موضوع الجلسات في نفس الوقت مع الوزن. طبعا لان انا مش عايز انزل وزن بس، انا يهمني وزن على الميزان وشكل. عشان اعمل ريشيبنج محتاج اجهزه تنسيق القوام اللي احنا شفناها دلوقتي. عشان اوصل ان انا اخش محلات اللبس زي ما عمر ما قال والاقي مقاساتي بسهوله وما عدتش مدوخ على لبسي، وحته التنمر بين الصحاب قلت لان خباك التنمر بدا يزيد جدا لما يشوف حد عنده بريست عنده صدر زياده تسدي او عنده بطن بيتريقوا عليه. احنا الحمد لله عندنا بنلعب على حاجتين، الجلسات بتاعتنا بتعمل ريشيبنج بتغير الشكل جدا مع منظومه بقى الباقيه ان انا اشرب 3 لتر ميه اوكي واحافظ على عدم السهر واحافظ على نظام الدايت بدون حرمان واحافظ على كورسات العلاج اللي انا مكتب عليها تحت اشرافي. يبقى انا كده ضمنت لك ان المعده صغرت من غير جراحات. احنا كنا لسه بنتكلم من شويه على حالات وكتير وكتير مش عايزين فظيعه. طيب يبقى احنا كده شغالين من غير مضاعفات. بنقفل المعده يا استاذه ليلى. عمر في الاول حقيقي قبل اللقاء قال لك انا مش قادر اكل. لسه كنت هقول لك انا اجيب منين مش قادر اكل. ليه؟ انا صغرت المعده. صغرت المعده. عملت تكميم. عملت تكميم من غير جراحه. وده اجمل حاجه. شدينا الترهلات من غير جراحات. شدين. ليه؟ لان هي منظومه كامله. هي دي المنظومه بتاعتي المعروفه عني
اللي انا شغال بيها. طب يا دكتور هل ده يصلح في سن عمر بس ولا في اي سن؟ طيب خلي بالك ان الفئات العمريه كلها استاذه ليلى احنا شغالين عليها. عندنا ياسمين ناس من اول 5 سنين اطفال 5 سنين حبايبي دول. طب انت عندك كورسات مؤهله لده ما تخافش من حاجه. اوكي طيب انا عايز اسال عمرو بقى بعد اذنك ايه نظام التغذيه اللي كنت ماشي عليه يا عمرو وهل كان في ادويه او حاجات طبعا بتعلي الحرق او بتسد النفس كان دكتور وليد كاتبها لك واحكي لنا تجربتك انت مع السيستم اللي كنت ماشي عليه. هو انا كنت هو كان مديني ان انا انام بدري واصحى بدري كنت مثلا انام 9 اصحى مثلا 8 افطر مع الدواء اللي هو ما عملليش اي حاجه ولا تعبني ملوش اضرار خالص وكان بيديني 5 وجبات في اليوم كنت ماشي عليهم تمام يعني افطار بعدين سناك بعدين غدا وفطار بعدين سناك بين الوجبات كلها كنت ماشي عليها ولا كان إيه اهم حتى. حاجه موضوع الادويه في ناس كتير ممكن تتفرج علينا دلوقتي من كتر ما اشتروا كمان اونلاين وتضحك عليهم وحصل ناس كتير أصلاً. فعشان كده انت جربت الادويه دي جربت وانت عشتها في ناس ممكن تبقى مريضه امنه تماما تمام في ناس ممكن تبقى مريضه امن ولا دوخه ولا ترجيع ولا حموضه الحاجات اللي بيشتكوا منها الناس لا دي لا مفيش اي حاجه من ده حياتك ماشيه طبيعيه طب وجه كلمه بقى لدكتور وليد بعد ما اداك الحياه الجديده دي. عايز اشكره والله على كل حاجه عملها معايا عشان هو فعلا غير حياتي. انا كنت الاول ما كنتش عايز سني اصلا وبتريقه بقى كتير وعلى جسمي وكنتش عارف اتعامل حتى لما كنت بخش اجيب لبس ما كنتش بعرف اجيب لبس يعني ببقى نفسي في ستايل بخش ما اعرفش البسه بس دلوقتي خلاص يعني انا ببقى داخل المحل ببقى عارف ان انا هلاقي لبسي يعني زمان كنت البس 5 اكس و6 اكس دلوقتي بقى البس لارج وميديوم ما شاء الله وكده. عمرو انا فخوره بيكوا والله انا فخوره بيكوا لان بجد انا ما عرفتوش لما دخلت الاستوديو ما عرفتوش انت شفتيه في المرحله الثانيه والله 75 كيلو بجد بامانه يا دكتور انا ما عرفتوش لما انت قلت لي ده عمرو اللي استضفتوه هو صحيح. فكرني انا يعني فما شاء الله يعني ما شاء الله اوعى يعني مش اوعى انت اكيد انت خلاص جربت الفرق بين الاثنين فانت بقك اتقفل تماما ده خلاص. اكيد مما لا شك فيه ياسمين ده دخلنا في حته مهمه قوي حته ان احنا لما نوعد الناس بتثبيت الوزن احنا قدها احنا دلوقتي هنشوف معانا صور بيفور اند افتر لكذا مريض سمنة راح لمراكز الوليد والدكتور وليد عمل له ما يليق به لان مش كلنا زي بعض صحيح ادي بيفور اند افتر النتيجه واضحه مفيش حاجه تتقال يا يعني مفيش حاجه تتقال بني ادمين جداد يا جدعان الثقه بالنفس بتزيد طبعا بلا شك حياتهم بترجع لهم يا دكتور عمرو قال انا عشت يعني حياتهم بترجع لهم صحيح والاستمراريه والتثبيت دكتور وليد يا جماعه مش بيسيب الناس بعد ما بيوصلوا لا بيساعدهم على ان حياتهم تثبيت يفضلوا ثابتين على وزنهم الجديد صحيح طيب عشان ما ترجعش لحياته تاني في سؤال دايما ساعات ممكن يجي في دماغ المشاهدين كده انه ايه طب اذا بياخد ادويه وماشي على سيستم او ماشي على اجهزه اول ما يوقف هيرجع التخن ده كله تاني ترد على المشاهد ده تقول له ايه لا ما ردش هو يشوف بنفسه نعم مش هيقدر ياكل اصلا الافعال ولا يقدر يعمل الافعال اقوى من الاقوال من الكلام بلا شك عايز يقول انا بس عايزه اقول حاجه لكن الفعل اخباره ايه معلش اصلح لعمرو حاجه بس تقول ده مش قادر ياكل بس هو مش تعب هو بياكل كل حاجه عادي صغرت يا جدعان بس قصدي لسه بتاكل كل حاجه ونفسك فيه نفسك بتروح لحقيقه مش نفسك اتسدت اللي هو فقدت لا دكتور وليد حضرتك بتقول على بعض المشروبات الدافئه بتساعد في فقدان الوزن صح كلام خدعوك فقالوا ليه بقى مش انا اللي بقول كده تعال نتكلم الاول احنا بنعالج ايه يا جماعه احنا بنعالج دهون طيب تعال نتعرف على الطبيعه الفسيولوجيه لهذا المشكله هذه المشكله الدهون دي طبيعتها الفسيولوجيه ان هي دهون عنيده جدا دهون في منها الثلاثي في منها الاحادي في منها دهون البيضاء وفي منها دهون البنيه هل النهارده ان انا ينفع اختزل علم السمنه ان احنا دارسين فيه في الجامعه في الكليه ثم دبلومات ثم ماجستير ثم بنحضر ان شاء الله دكتوراه هنختزل ده كله في علبه زبادي بليمون بالليله كلها اخس ولا كوبايه ميه سخنه الصبح ولا كوبايه ميه سخنه على ليمون دافي الصبح يخسسني يا جماعه مفيش الكلام ده بقى هو احنا ممكن نقول الكلام ده في حلقه واحده بس ان احنا نضحك على الناس انا عمري ما ضحكت على حد والناس بتاعتي تشهد على الكلام ده يعني انا السي في بتاعي يشهد على كده عمري ما ضحكت على حد دايما مواجهتي للحالات من اول كشف مواجهه بالحقيقه لان خلي بالك لو ما تواجهش بحجم المشكله بتاعته عمره ما هيتقبل كلامي صح. لو حسسته أنا الموضوع سهل قوي هيستسهل بالكلام بتاعي مش هيسمعه طبعا لكن لو فهمته إن إحنا في مشكلة لكن لها حلول هيسمع الكلام ويمشي ورايا
هيشوف النتيجه اللي احنا شفناها دي ان شاء الله. ميرسي جدا جدا يا دكتور وليد، شرفتنا وشرفتنا زي دايما. واحب واحنا ميرسي عمرو نورتنا، واحنا بنختم برضو نقول ان انتوا عندكم اوبشن انه الناس ممكن تبعت اونلاين وتتواصل معاكم. عندنا العياده، عندنا الحضور في الكلينيك نفسها او ان احنا ممكن نعمل كلينيك اونلاين، فالاثنين موجودين بس يسمعوا كلام. ميرسي جدا دكتور وليد عبد الفتاح، شكرا زلايل، شكرا. ميرسي جدا نورتنا. هنقابلك في حلقات ثانيه اكيد ان شاء الله، مع حالات ثانيه ان شاء الله. هنشوف بقى حالات باذن الله. باذن الله. هنخرج لفاصل سريع ونرجع على طول.